فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم دفن الميت ليلا؟ يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المرأة السوداء دفنت في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما درى عنها، دفنوها في الليل، وما أنكر عليهم دفنها في الليل، إنما أنكر عليهم أنهم ما آذنوه ولا أخبروه بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالليل وأسرج له في القبر. نعم.